السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمرين ولد سامي كستاج بتاعنا ما أدري حق هذا الله. هاي موضوع بسيط إن شاء الله. كل جينا كبرنا ظلنا أم كل جينا أو جوز في عن صارنا عشان ظروف تاس مثل مشاكل كاسة كاسة أو دعنا نكا وحق هذا الله قف كستو وحوي هاي مجدا مسبلة كيس وحوي هاي أسوق حرمي هاي أنا صومالية يس وأفتخر إني صومالية. موضوع هذا قريب دعي مرت علي 3 سنين I think دكتورة أو شيخ يجري أصل كيس أصل فلسطين واي بس هو شكتا أردن. فأنا يا دكتور كليجي أو شغينا إما خلا لي دكوي. أوكي دكتور. وحالة أي بيشن دكوي ديو جنسي ديتا هاي وحاشا كتا يا سعودي يا وحاشا كتا سوداني. تسمع شيء كذا أنا ويا بني. أوكي دكتور. فمريض كسوق لي بيشن كا وشخينا يعني انبسط يعني وحنا خد مبسوط. قلت أو ما شاء الله من الجوكت مات مدر إيش يعني عارف مدح ولو فانا فتانك يو عند أنيكا. بعدين خلاص هو شيء أسيخ بسنة يا أنيكا. بعدين قلت لو سمحت بلد كيت هاي. بعدين قلت هاي صوماليا هاي ما شاء الله تبارك الله إحنا أهل وأحباب مدر إيش يعني مريض كان يشكر فيها دكتور ما كان مريض بحد ذاك وحلو. أنا أقول هنا إن أشياء جن بلد كذا بلد كينا ما عندكم تمريض بلد كينا ما عندكم دراسة بلد كينا مجاعة سكيزمية يعني. ممكن هذا عندكم فلسطين يعني. احنا ما عندنا كده تمام. بلد كي قالوا انا ما عزيت ما حطيت على راسي ما حد عز بلدك ساسو وقال انك انا لازم بلد كينا انك انا احترامتين انك انا ما تحسارتين وحكستو نحن انك وحكستو بلد كينا بدعوين ليش هذا ما كان بلد كاك احترامتين عدد كان بلد كاك احترام يعني. هذا الشيء اللي انا بعرفه يعني دفك انه اوجين اي ثينك. فدكتور حنا دكتور معلش انا يعني وحن اهم انكر كلي انا اصل كيك فصل كيك صومالي عندي وحي اصل كيس فصل كيس انكرني عندي اللي الاصل عندي وانا ماني اللي الاصل اما سنتين قف قصه موضوع اسكو دعينه هرجوك سدا ها انكرينه هاتين صوماليا هنولاد